الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. العراقيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية بعد الانتصار على داعش وسط أجواء أمنية هادئة. وكبار المسؤولين العراقيين يدعون الناخبين إلى المشاركة الكثيفة لرسم مستقبل بلادهم. حجي حجي حجي. للدول المطبعة مع إسرائيل، كفاكو، ألا تخجلون؟ كفاكو والله اللي بتعملوا عار، عار في حق الأمة. يدا بيد تطبيع إماراتي إسرائيلي من بوابة الرياضة على وقع استمرار النزيف الفلسطيني وعشية ذكرى النكبة. جمعية الوفاق البحرينية المعارضة على وزير الخارجية الاستقالة بعد دفاعه عن إسرائيل وكلامه عار ويمثله هو. تقدم للجيش السوري في عمق البادية بعد أيام من انطلاق عمليته العسكرية ضد داعش. أهلا بكم. بداية الظهيرة من العراق الذي يشهد انتخابات برلمانية مفصلية في تاريخ البلاد، هي الأولى منذ انتصاره على داعش وسط إقبال متفاوت بين المحافظات على وقع إجراءات أمنية مشددة. يواصل العراقيون إذن التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار 329 نائبا وسط دعوات إلى الناخبين للتصويت والمشاركة الفاعلة في الانتخابات التي تمتد حتى 6 من مساء اليوم بالتوقيت المحلي وتوقيت القدس الشريف. الانتخابات شهدت رفع حظر التجوال وفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران في مطارات العراق، ويبلغ عدد الناخبين حوالي 24 مليونا ونصف مليون ناخب يتوزعون على 18 محافظة تمثل كل واحدة منها دائرة انتخابية، فيما يبلغ عدد المرشحين 6990 مرشحا. المسؤولون العراقيون أدلوا بأصواتهم في مركز اقتراع داخل المنطقة الخضراء باستثناء رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أدلى بصوته في أحد مراكز الاقتراع في منطقة الكرادة. الرئيس العراقي فؤاد معصوم قال خلال الإدلاء بصوته إن الإقبال على التصويت في الانتخابات يعكس اهتمام الشعب العراقي بهذا الاستحقاق، مؤكدا أن المفوضية قامت بواجبها وعلينا انتظار نتائج. وكان معصوم قد دعا في حوار عبر الميادين إلى المشاركة الكثيفة في عمليات الاقتراع. إذا أي جهة من الجهات لم تشرك في الحكومة تعتبر تهميش لوضعها، وبالتالي سيكون عند رد فعل. فلذلك الآن الفكرة السائدة لدى الأكثرية الساحقة أن الحكومة القادمة أن تكون حكومة أغلبية، ولكن مو أغلبية مكون، حكومة أغلبية ليس بمعنى الشيعة هم اللي فقط أو الشيعة يأتلف، الشيعة يأتلفون مع الكرد أو يأتلفون مع السنة، لا. الحكومة الأغلبية لازم تكون ممثلة لكل الأطراف، يكون بها شيعة وبها سنة وبها كرد. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا العراقيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية مؤكدا أن الأمن مستتب. العبادي أدلى بصوته في أحد المراكز الانتخابية في منطقة الكرادة في بغداد، حيث أظهرت المشاهد إجراءات التفتيش التي خضع لها من قبل أحد رجال الأمن قبل دخوله إلى مركز الاقتراع. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. كل ما شارك العراقيين أكثر في هذه الانتخابات كل ما يكون لهم دور فاعل في تحديد مستقبلهم. الحمد لله الأمن مستتب، أدعو الناس إلى الخروج
أنا هسه في منطقة الحرات في منطقتي هذا محل ميلادي لا أمشي بشكل عادي الأمن إن شاء الله مستتب هناك نعم محاولات تخويف هنا وهناك لا يسمعوهم العراق الحمد لله موحد ماكو طائفية ماكو إثنية ماكو عنصرية البلد راح يبقى موحد بإذن الله. رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري دعا خلال الإدلاء بصوته العراقيين إلى المشاركة الفاعلة من أجل التغيير. الجبوري دعا المفوضية إلى أن تكون حيادية مؤكدا سلوك الطرق القانونية في حال الشعور بوجود محاولات للتزوير. وإحنا متفائلين بالخير وأيضا أملنا أن يشارك الشعب العراقي بشكل واسع في عملية الانتخابات اللي تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لنا. لأنه مرحلة ما بعد التحديات الأمنية هي مرحلة الاستقرار ويجب أن تكون أيضا مساهمة جماعية شاملة متضامنة وتحمل في طياتها تفاعل وتكاتف الشعب العراقي. بدوره صوت رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي محذرا من وجود نوايا حقيقية للتلاعب بالانتخابات داعيا المفوضية إلى متابعة هذا الأمر. المالكي قال إن الانتخابات من شأنها أن تنقل العراق إلى مرحلة جديدة ولا سيما أنها واجب شرعي وأخلاقي مشددا على الالتزام بوثيقة الشرف التي طرحتها الأمم المتحدة. رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري أدلى بدوره بصوته في الانتخابات مؤكدا أهمية المشاركة الكثيفة فيها. رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم قال إن عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية يعد تشريعا لبقاء الوضع في العراق من دون تغيير. الحكيم الذي أدلى بصوته قال إن أي عملية تزوير مدانة ويجب الاحتكام لإرادة الشعب، وكان قد دعا العراقيين إلى المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية لتحديد مصير العراق وحاضره ومستقبله، ودعا المفوضية العليا للانتخابات إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين عملية الاقتراع. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر صوت بدوره في النجف الأشرف. ومن الموصل ينضم إلينا مراسل الميادين محمد الفهد. محمد يعطيك ألف عافية، يعني الكل كان يدعو إلى الاقتراع بكثافة في هذه الانتخابات من أجل التغيير. بداية نود الوقوف معك على الصورة من الموصل تحديدا، كيف كانت؟ طبعا نتحدث عن نسبة الأقبال، نتحدث عن نسبة المشاركة، نتحدث عن الروح التي يأتي بها العراق اليوم لينتخب. هو ماذا يريد؟ ماذا يريد أن ينتخب تحديدا؟ وتحديدا نحن نتحدث عن منطقة اليوم لها رمزيتها وهي الموصل في أول انتخابات بعد دحر داعش. نعم، يعني بالنسبة للانتخابات في الموصل تعد ربما هي تحولا كبيرا وحدثا ربما مفصليا في تاريخ هذه المحافظة بعد تحريرها من داعش لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن المواطن اليوم ذهب إلى صناديق الاقتراع من أجل التغيير، من أجل الحفاظ على الاستحقاق الأمني، من أجل السعي إلى بناء المحافظة التي تدمرت فيها العديد من المنشآت والمنازل والمباني نتيجة الحرب ضد داعش، بالإضافة إلى كونها ربما مفتاحا لإعادة تكوين هذه المحافظة التي تحتوي على مكونات عديدة من المجتمع العراقي، إعادة اللحمة ما بين جميع أطياف المجتمع بعد أن حاول تنظيم داعش ربما شن عمليات لتطهير عرقي أو تغيير ديموغرافي في المحافظة. فبعد سيطرة
سيطرته على المحافظة كان هنالك استهداف للمسيحيين، هنالك استهداف ربما للشبك للأيزيدين لهذه الأقليات في المحافظة، وبالتالي عادت اليوم هذه الأقليات بعد التحرير، عادت لتشارك أيضا في العملية السياسية من خلال مرشحيها، عادت أيضا من خلال مشاركة ناخبيها لاختيار من يمثلهم. الأبرز أيضا في أجواء الانتخابات أن هنالك منافسة للعديد من التيارات والأحزاب والكتل السياسية والتي تنتمي لأطياف مختلفة من الشعب العراقي، وهذا يعني أن الموصل عادت إلى سابق عهدها بعد التحرير، وبالتالي أيضا أن لدى المواطن تطلعات اليوم بعد ما تحقق من منجز أمني نحو الحفاظ وتثبيت أركان الأمن وتغيير ما كانت تعيشه هذه المحافظة. أرسل الموصليون رسائل عديدة من خلال اليوم خروجهم إلى الشوارع، من خلال ذهابهم إلى صناديق الاقتراع، من خلال هذه المشاركة ربما هي مشاركة تتميز عن باقي المشاركات السابقة، من خلال الإصرار على التغيير واختيار من يمثلهم في هذه الانتخابات. لذلك جرت الانتخابات اليوم وفق أجواء أمنية مختلفة عن السابق، لم تسجل أي خروقات أمنية بعد أن تم وضع خطة أمنية. الخطة طبعا يعني علا لم تختلف عن الخطط السابقة، لكن باعتبار أن الأمن وكذلك المنجز الأمني هو متحقق وتمسك بزمام الأمن في المحافظة، لذلك كان هذا المنجز الانتخابي حتى اللحظة بحسب القيادات الميدانية رفع حظر التجوال. المواطنون يأتون إلى المراكز بسياراتهم الأمنية، تفرض الآن قبل 3 ساعات من إغلاق مراكز الإقراء. فيما يخص المشاركة، مشاركة الناخبين الموصليين، حتى يمكن القول أنها مشاركة كثيفة بالمعنى النهائي بحسب مفوضية الانتخابات، لكنها مشاركة مقبولة قياسا بالذين تسلموا بطاقاتهم الانتخابية والذين وصل عددهم إلى 1,500,000 ناخب. ربما تشهد الساعات المقبلة أيضا إقبالا آخر من قبل المواطنين. منذ 7 صباحا وحتى هذه اللحظة علا لم ينقطع المواطنون عن مراكز الاقتراع، بمعنى أنهم يأتون على شكل أفراد، وهو ما جعل ربما أن توصيف هذه المشاركة ليس بالكثيفة بمعنى التدافع أو اكتظاظ المراكز بالناخبين، وكذلك تعدد المراكز الانتخابية وانتشارها في معظم أنحاء محافظة نينوى وأعدادها الكبيرة التي تقدر ب 774 مركزا هي من توزع عليها السكان حتى هذه اللحظة. المفوضية تقول عند إغلاق صناديق الاقتراع ستقوم بإعلان نسبة المشاركة النهائية في هذه الانتخابات. كذلك فيما يخص الإجراءات التي تتيح لكل المواطنين المشاركة في الانتخابات، نتحدث أولا عن إجراءات المفوضية لإلغاء التسجيل البيومتري الذي أتاح لنسبة كبيرة من المواطنين بتسلم بطاقاتهم الانتخابية في الأيام الماضية. نتحدث عن تخصيص المفوضية لمراكز اقتراع لمخيمات النازحين، تخصيص مراكز اقتراع للنازحين خارج المحافظة وكذلك النازحين داخلها، عدد من المراكز خصصت لهؤلاء. حتى قوات الحشد الشعبي التي تنتشر في المحافظة تم تخصيص 8 مراكز لها ضمن محافظة نينوى. ما يميز الانتخابات في محافظة نينوى في هذا العام أن نسبة الذين سلموا طاقاتهم هي أكثر من السابق، أن أجواء التنافس الانتخابي مختلفة عن السابق. المرشحون أو الكتل السياسية هم وضعوا برامج قاسمها المشترك هو إعادة الإعمار، لم تستخدم أي برامج انتخابية كما كان سائدا ربما استمالة الناخب قوميا مذهبيا وما إلى ذلك. الجميع اليوم يشارك تحت شعار بأنه أتى لكي يحافظ على المنجز الأمني. ممكن أن يكون لديك الآن مقابلات مع أحد يعني لنعرف أكثر من الناس اليوم وتفاعلها مع هذه علا نحاول الزملاء أن يجلبوا لنا أحد الناخبين ليتحدث ربما في هذه الانتخابات. طيب إذا كنت الزملاء يحاول الآن جلب أحد الناخبين. إلى حين تأمين أحد نتحدث معه، يعني إن كان حتى لديهم اعتراضات على سير العملية، وبالتالي ماذا تعني لهم؟ يعني هي ليست مجرد انتخابات عادية كما يتم الدعوة إليها بالذات اليوم للمواطن العراقي. برأيك كان المفترض أنه داعش يدمر العراق، فإذا بحقبة داعش كانت الدافع ربما الأساسي وراء اليوم هذه الكثافة لذهاب العراقيين، وبالتالي الاقتراع ليس فقط الدعوات للاقتراع هي السبب، أليس كذلك؟
نعم، لأن حقبة داعش علا لم تفرق بين العراقيين داخل نينوى، هي استهدفت الجميع، حاولت فرض أيديولوجياتها على المواطنين، ضيقت على المواطنين، استهدفت الكفاءات في محافظة نينوى، حاولت فرض أيديولوجيات لم يعتد عليها الشارع الموصلي، ولا سيما أن مركز محافظة نينوى هو مركز حضري يمتاز بمدنية كبيرة، بالتالي لم يتفاعل كثيرا مع أيديولوجيات داعش، وبالتالي ما أصاب الشارع الموصلي أثناء سيطرة تنظيم داعش عليه أعطاه هذا الحافز وهذا الاندفاع نحو صناديق الاقتراع من أجل التغيير. ربما نسأل الآن أحد الناخبين من محافظة نينوى عن دافعه لهذه الانتخابات. أنت كمواطن من الموصل أتيت اليوم للانتخابات في هذه الأجواء، ربما لاحظنا هنالك أمنا مستتب، لاحظنا أجواء مختلفة عن السابق، ما الذي يدفعك اليوم لتصوت؟ هل من أجل التغيير، من أجل إعادة إعمار مدينتك؟ أكيد من أجل التغيير، لازم الكل ينتخب، الكل يطلع للانتخابات، ما مثل قبل ما حد يطلع ما حد ينتخب، لازم نغير، لازم نطلع بشيء جديد. حقيقة كانت قيادة العمليات الباحة صرحت بحظر التجوال، فأكثر العالم يعني كان صعب عليهم خاصة كبار السن وهاي، ولكن رفع حظر التجوال اليوم والحركة كلش جيدة وكثير مسنين جو وشباب ونساء وإقبال كلش جيد جدا وممتاز. طيب ماذا يريد؟ هل يمكن أن نسأل ماذا اليوم تعتبرون هذه المحافظة؟ نعم، ماذا تريد أنت كمواطن موصلي اليوم عندما أعطيت صوتك؟ تغيير تغيير. نعم تغيير، نريد نطلع بشيء جديد. ممكن نسألك، حقبة داعش ما الذي تركته من أثر عليكم أثناء سيطرة داعش على المدينة؟ نرى هذا الدافع لدى المواطن الموصلي اليوم بالخروج إلى الشارع والمشاركة في الانتخابات، هل سبب أنه داعش أرادت ربما تغيير ملامح هذه المدينة، ما مارسته من قسوة ضد المدنيين هو الدافع اليوم الذي جعلكم تخرجون بهذه الأعداد؟ حقيقة هي تغيرت ملامح، أجدل بالملامح، كل شيء ما ظل، لا من جوامع لا من آثار، كل شيء ما ظل، ما ظل كل شيء، يعني حتى كل شيء، لا شارع لا بناية لا كل شيء ما ظل، فلازم نطلع بشيء جديد، إذا ما أنا أنتخب والأخ ينتخب والأخ يعني ما يتغير شيء، فلازم نشارك. هسا هو هذا اليوم، اليوم هو اليوم اللي نقدر نغير به، يعني إذا أكو بعد ناس بعد ما طلعوا للمشاركة يعني أوجه لهم كلام من خلال قناتكم، لازم يطلعون، إذا ما طلعوا اليوم خلاص يعني راح نظل على القديم. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. نعم علا، ربما هي عينة من المجتمع الموصلي، طبعا من خلال احتكاكنا بالشارع الموصلي خلال تواجدنا هذه الأيام في الموصل ربما الجميع يتحدث بهذه اللهجة، سابقا ربما حتى كان المواطن يخشى أن يخرج على وسائل الإعلام لكي يتكلم عن التغيير أو المشاركة في العمل السياسي من خلال صناديق الاقتراع حتى في التجارب الثلاثة الماضية من الانتخابات. شكرا لك زميل محمد الفهد مراسل الميادين، كنت معنا من الموصل. ننتقل إلى البصرة التي ينضم إلينا منها موفد الميادين أسامة عبد النور. أسامة أيضا يعطيك ألف عافية، ولابد طبعا بداية من الوقوف على كل جديد والمشهد لديك وسير هذه الانتخابات. مساء الخير، المشهد لدي أحسن من منتصف النهار وأحسن من بداية الساعات الأولى لعملية الانتخابية، إقبال كثيف للمواطنين مواطني البصرة لأداء واجبهم الانتخابي، وشهدنا حتى من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعافين من أتوا لكي وحتى المخوفين لكي يصوتوا ويختارون ممثلين جدد في البرلمان الجديد الذي يعلقون عليه آمالا كبيرة في واقع ويوم ومشهد وصفحة جديدة في من صفحات التنمية في البصرة، في هذه المدينة الجنوبية من العراق التي تطمح إلى دفع عجلة التنمية بعدما شهدت ركودا بسبب الأزمة الأمنية وبسبب التوترات السياسية وكذا، حتى في الجانب السياحي، حتى وجه البصرة المعروف تاريخيا أصبح اليوم شاحبا ويتمنى أن يعود إليه بريقه وتطيعه الذي كان مشهورا بين العرب. البصرة اليوم تنتخب بقوة من أجل إسماع صوتها، وكذلك السلوك الانتخابي والعادات الانتخابية لدى سكان البصرة هم يأتون بقوة بعد ساعات الزوال، يعني ممكن بعد ساعتين أو اثنين بعد عصر هذا اليوم
ستكون هناك إقبال كثيف للعملية الانتخابية. هذه العملية التي تشهد لأول مرة طريقة إلكترونية حديثة في التصويت وفي نقل المعلومات، وهذه الطريقة الإلكترونية شهدت بعض الأعطال مثل المركز الذي نقف فيه اليوم تعطلت فيه الآلة الإلكترونية من أجل إدخال الأوراق، ولكن العملية لم تتوقف الانتخابية بل تواصلت كما نراها ونشاهدها بطريقة عادية تقليدية، ثم يعاد نسخ الأوراق من جديد في آلة أخرى ترسل إلى المركز الذي يقوم بعملية الفرز في مرحلة يعني بعدية مقبلة. كل الشكر لك أسامة عبد النور موفد الميادين إلى البصرة. أبرز التحالفات والأحزاب في محافظة البصرة وبماذا يطالب الناخبون فيها؟ تفاصيل أكثر في هذا العرض لسارة الحافة. أهلا بكم. البصرة هي ثالث محافظة في العراق من حيث عدد السكان والسادسة من حيث المساحة، لكنها المحافظة الأولى من حيث تصدير النفط والوحيدة المطلّة على منفذ بحري، فنسبة الأكبر من واردات العراق هي عن طريق نفط البصرة وحقولها. 522 مرشحا منهم 138 امرأة يتنافسون في البصرة على 25 مقعدا، 6 منها للنساء. هؤلاء المرشحون ينقسمون على 8 تحالفات و6 أحزاب مستقلة، فيما يصل عدد الناخبين إلى 1,790,000 ناخب. أبرز التحالفات والأحزاب في محافظة البصرة هي على الشكل التالي: ائتلاف دولة القانون ويضم عددا من الأحزاب والتحالفات، الفتح ويضم 8 من فصائل الحشد الشعبي ونحو 9 أحزاب جديدة، سائرون ويضم حزب الاستقامة التابع للتيار الصدري و5 أحزاب مدنية على رأسها الحزب الشيوعي. وأيضا تحالف النصر ويضم المجلس الأعلى الإسلامي وحركة العطاء وتجمع العراق المستقل وتجمع العدالة والوحدة وتيار الإصلاح وحزب الفضيلة الإسلامي وأيضا تيار الحكمة. التنافس في هذه المحافظة سيحتدم بين هذه التحالفات والأحزاب. أبرز ما يطالب به الناخب البصري هو تأمين الخدمات المفقودة وعلى رأسها مشاريع تحلية المياه والمراكز الصحية لمعالجة التلوث الحاصل نتيجة عمليات استخراج النفط وخدمات السكن والطبابة والتعليم والبنى التحتية ومحطات توليد الطاقة والمياه. كذلك يطالب أهل البصرة بزيادة تخصيصات المحافظة من الموازنة ومعالجة مشكلة الفقر وإنصاف المحافظة باعتبارها مصدرا من مصادر ثروات العراق. محافظ سليمانية هفال أبو بكر قال للميادين أن العملية الانتخابية تسير بهدوء، مشيرا إلى أن أهمية الانتخابات تكمن في كونها تجري بعد الأزمة بين أربيل وبغداد وبعد الانتصار على داعش. هذا مهم جدا، لهذا الانتخابات يجري بين بعد فترة عدم الثقة بين حكومة الإقليم ومكونات العراقية وحكومة العراقية. هسه صارت فترة جديدة بعد الداعش، بعد سقوط الداعش فترة جديدة حتى يثبت التضامن والتكافؤ والتكامل والتجديد في نظام السياسي حسب صندوق الاقتراعات وحسب تثبيت حكومة المواطنة والسيادة ودولة القانون. ولإقليم كردستان مرحلة مهمة، هذا استفتاء لإقليم كردستان على السلطات والكيانات الموجودة وانتخابات على تحديد مجلس النواب في العراق حتى يحدد المكون الإنساني والسياسي لحكومة العراقية الجديدة حتى يثبت جميع بنود الدستور بدون انتقائية. الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الفيضانات تجتاح وسط الصومال وتشرد الآلاف. من جديد أهلا بكم. التطبيع الرياضي واحد من محطات التطبيع التي يمهد عبرها بعض الدول الخليجية لعلاقات مع إسرائيل في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون الاحتلال من دون هوادة. هبة الله بتارع.
في يوم الجمعة 11 من أيار مايو عام 2018، كان شبان فلسطين ورجالها ونساؤها وأطفالها يقارعون الاحتلال الإسرائيلي في جمعة النذير. كانوا يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن حقهم في العودة. وفي اليوم نفسه وجد الفلسطينيون أنفسهم يتلقون طعنة غدر عربية في الظهر. في جبل طارق لاعبات فريق الإمارات لكرة الشبكة كن يعانقن لاعبات الفريق الإسرائيلي، والمسؤولون الإسرائيليون يحتفلون بما وصفوه بالنصر. هو يوم للتاريخ، يوم العار الذي ربحت فيه الإمارات المباراة لتخسر في المقابل من رصيدها العربي. هي ليست جريمة تطبيع وحسب، بل تبدو جريمة أخلاقية، ولا سيما في توقيتها قبل أيام من الذكرى 70 لنكبة الشعب الفلسطيني، يرفع العلم الإماراتي إلى جانب العلم الإسرائيلي من دون أي خجل من التطبيع العلني. لا توحي أسماء اللاعبات في الفريق الإماراتي بأن أيا منهن عربية، أمر قد يبرئ الشعب لكنه يدين مسؤوليه. محطة التطبيع الرياضي سبقتها محطات أخرى، منها السري ومنها العلني، تمهد عبرها بعض الدول الخليجية لعلاقات مع إسرائيل، ومنها ما حصل قبل شهرين عندما سمحت السلطات السعودية للمرة الأولى لطائرة هندية بعبور أجوائها وهي في طريقها إلى مطار بن غوريون. تبع ذلك اعتراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحق الإسرائيليين بأن يكون لهم أرضهم وفق تعبيره. ثم جاءت تغريدة وزير الخارجية البحريني التي يعترف فيها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في تضامن غير مسبوق مع دولة الاحتلال تعقيبا على القصف في الجولان السوري المحتل. أمثلة التطبيع باتت كثيرة، بل هي أكثر مما يمكن للضمير العربي أن يتحمله، ولا رد عليها أبلغ من كلام مقاومة فلسطينية تواجه الاحتلال عند حدود قطاع غزة. أنا بحكي للدول اللي مطبعة مع إسرائيل، كفاكو، ألا تخجلون؟ كفاكو والله اللي بتعملوا عار، عار في حق الأمة. مواجهة منتخب الإمارات مع إسرائيل في بطولة أوروبا لكرة الشبكة استفزت الرأي العام في مختلف الدول، كما حصل سابقا في مناسبات عديدة نستعرضها في التقرير التالي. لم تجد حرجا لاعبات منتخب الإمارات في مصافحة لاعبات في الفريق الإسرائيلي المنافس في بطولة أوروبا لكرة الشبكة أو نتبول. خمسة منتخبات تتنافس في البطولة القارية بضيافة جبل طارق، ورفعت أعلام المنتخبات الخمسة المشاركة، لكن المفارقة كانت في وضع راية الإمارات إلى جانب راية إسرائيل. لا شك في أنها محطة جديدة في رزنامة التطبيع مع إسرائيل من بوابة الرياضة، وذلك بعد أيام قليلة على استضافتها طواف إيطاليا في الأراضي المحتلة، حيث سجلت مشاركة خليجية فاعلة تمثلت بالرياضيين من الإمارات العربية المتحدة والبحرين. لم يتأثر المنظمون بآلاف المعارضين الذين رفعوا أصواتهم عاليا منددين بتنظيم الحدث في الأراضي المحتلة، ولا سيما أنه أقيم على ثلاث مراحل ابتداء من القدس المحتلة في المرحلة الأولى وفي مرحلتين في أراضي عام 48. المشاركات العربية أمام لاعبي إسرائيل تقابلها مواقف عربية أخرى مشرفة. رفض لاعب الجودو المصري إسلام الشهابي مصافحة منافسه الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية عام 2016. كذلك منع الوفد اللبناني المشارك في ألعاب ريو دي جانيرو صعود البعثة الإسرائيلية إلى حافلته للتوجه إلى حفل الافتتاح يوم ذاك. إزاء السعي إلى التطبيع مع إسرائيل من قبل بعض الأندية والمنتخبات العربية، يظهر في المشهد جمهور سلتيك الاسكتلندي المتعاطف دوما مع القضية الفلسطينية، بحيث لا يوفر مناسبة لإبراز موقفه المميز. التنديد بالتطبيع الرياضي يرفضه نادي باليستينو التشيلي، وهو الذي وضع خارطة فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة على قمصان لاعبيه. هذا القميص أهدته إدارة النادي للرئيس محمود عباس خلال زيارته إلى تشيلي قبل يومين.
وفي البحرين أكدت جمعية الوفاق الوطني المعارضة أن ما صدر عن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد يمثله هو ولا يمثل البحرين والبحرينيين. وفي تعليق على تغريدة الوزير التي يعترف بها أو يعترف فيها بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، قالت الوفاق أن شعب البحرين يرفض الاصطفاف أو التعامل أو التبرير للكيان الصهيوني، وطالبت وزير الخارجية باحترام شعب البحرين وبتقديم استقالته ومغادرة هذا المنصب لأن ما قاله عار على البحرين، ومن الخزي الاستمرار في منصبه بعد هذا الجرم على حد تعبير الجمعية. كما أكدت الوفاق أن التطبيع أمر ليس محل نقاش أو جدل، وأن رأي الشعب البحريني بالكامل ضده. هذه المواقف التطبيعية تزامنت مع استمرار اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث استشهد أمس فلسطيني وأصيب نحو 1000 برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي عند سياج الفاصل شرق قطاع غزة في مسيرات العودة الكبرى التي تحمل عنوان جمعة النذير. لنا شاهين. يوم جديد يسطره الغزاويون في تاريخ نضالهم السلمي، يخطونه بالدم والإصرار من أجل العودة وكسر الحصار. شرق غزة جزء من فسيفساء صورة نضالية تتقاطع خيوطها وترسم حكاية شعب يقتلع من أرضه فيزداد تجذرا فيها يوما بعد يوم. لو حتى آخر نقطة دم رح ندافع عن أرضنا وعن بلدنا والقدس إلنا، واحنا بنأكده هو ايش بقاومنا بسلاح، احنا لكن بنقاومه بحجر، ما بنخاف من رصاصه ولا من غازه. هي الارض ارضنا واحنا مستمرين رغم دمانا اللي صارت تنير لنا الطريق، حنضل جايين. بنوصل رساله للاسرائيليين انه ترسانتهم العسكريه واسلحتهم وحصونهم الموجوده كلها ورا السواتر هذه لا بتهمنا ولا بتخوفنا ولا بتزرع فينا ذره من الخوف. يرتقي منهم شهيدا من يرتقي ويسقط جريحا من يسقط، لكن لا حواجز الاحتلال ولا حتى رصاصه يمكن أن يوقف مسيرات العودة. هنا سلك إسرائيل الشائك لا يأبه به أي من الغزاويين، وهناك طائرة ورقية قضت مضاجع الإسرائيليين. لا بد أن يرفع الحصار الظالم على شعبنا، ولا بد أن توقف صفقة القرن وأن تنتهي كل المشاريع التصفوية، ولا بد أن نحقق حق العودة إلى فلسطين، كل فلسطين. مسيرات العودة الكبرى بلا سقف زمني وحدودها محددة بتطبيق حق العودة، حق يؤكد الفلسطيني أنه لن يتنازل عنه مهما يطول الزمان. جمعة النذير ينذر الفلسطيني الاحتلال ويؤكد له أن ذاكرته لن تنسى أن حق العودة ليس حلما وليس وهما، وجمعة اليوم هي خطوة إعداد واستعداد لأم المسيرات في ذكرى أم النكبات. لانا شاهين، غزة، الميادين. وفي الأردن نظمت أحزاب وقوى سياسية وشعبية وحزبية مهرجانا حاشدا في الذكرى 70 للنكبة، نصرة لفلسطين ورفضا للقرار الأمريكي والممارسات الإسرائيلية في منطقة الكرامة بالأغوار. المشاركون رفعوا شعارات تؤكد حق العودة إلى فلسطين المحتلة، وطالبوا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان ووقف التطبيع مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية الغاز معها. كذلك دعوا الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك لنصرة الأسرى والقضية الفلسطينية. ولدنا في بلدنا، بدنا نرجع بلدنا، فلسطين إلنا غصب عن ترامب وغيره وكل أمريكا وكل إسرائيل إلنا بإذن الله، بده يوقف معنا بإذن الله، آخرتنا نرجع، أمتى نرجع الله أعلم. الحكام العرب بدأوا يتسابقون بعضهم إلى عقد مصالحات مع الكيان الصهيوني ولا تطبيع ممنهج. نحن نطالب الشعوب العربية والشعوب الإسلامية أن تخرج إلى الشوارع وأن تعبر عن غضبتها وأن تعبر عن استنكارها لما يجري للشعب الفلسطيني وأن تعبر عن إسنادها ومناصرتها لقضية الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه الضغوط ممكن أن تحدث نتائج في الواقع العربي والإسلامي. هذا وتظاهر ناشطون بريطانيون وفلسطينيون أمام السفارة الإسرائيلية في لندن دعما لمسيرة العودة الكبرى وأحياء للذكرى 70 للنكبة الفلسطينية. كما احتج المشاركون في التظاهر على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،
المتظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات تؤكد حق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم. إلى كوبا، حيث دان رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء ميغيل دياس كانيل قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس. وخلال الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هافانا، أكد كانيل معارضته قرار الولايات المتحدة الأحادي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة. كما أكد الرئيس الكوبي الجديد دعم هافانا لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. تسببت مواجهات الأيام الأخيرة في الجولان بخسائر اقتصادية كبيرة لإسرائيل، ودفعت السياح إلى إلغاء الحجوزات في الفنادق وغرف الضيافة، إضافة إلى حالة توتر والصدمة بين المستوطنين هناك. هيثم عباني. انعكس الوضع الأمني المتوتر خلال الأيام الأخيرة على الوضع السياحي في شمال فلسطين المحتلة والجولان المحتل. وفق خبراء، فإن كلفة هذه المواجهة والتوتر قد تصل إلى مليارات الشواكل اقتصاديا، وستمس جيب كل شخص في إسرائيل. أصحاب بيوت الضيافة في شمال فلسطين المحتلة تلقوا إلغاء حجوزات ويستعدون لانخفاض المداخيل. ببساطة، إنها هستيريا من إلغاء الحجوزات لمجموعة كان يفترض أن تصل إلى هنا، وما يحصل في الجولان يؤثر علينا. إلغاء الحجوزات في بيوت الضيافة في الشمال سيتسبب بإصابة القطاع السياحي أيضا بخسائر مالية كبيرة، ما دفع إلى البحث عن كيفية التعويض. أصحاب الشركات السياحية عبروا عن أزمتهم بالقول إنه من ناحيتهم وزير السياحة الإسرائيلي قد استبدل، مرة بالسيد نصر الله وبعد ذلك بالرئيس الأسد، والآن قادة إيران وحتى بوتين، وهم من يحددون إذا كانت السياحة هنا ستتوقف. لقد تلقينا الكثير من عمليات الإلغاء وقد بدأنا دراسة موضوع التعويض. الكثير من حالات الإلغاء أدت إلى ضرر اقتصادي كبير، ومن يحاول مساعدة الخاسرين هم رؤساء السلطات المحلية. تدعي إسرائيل أنها تصدت للصواريخ التي أطلقت باتجاهها، لكن منظومتها المتطورة لم تحمي عشرات آلاف المستوطنين من الإصابات النفسية بحسب معلقين. عدد الاتصالات الهاتفية إلى مركز المؤسسة ارتفع في اليومين الأخيرين بنسبة بارزة. من بين الأشخاص الذين اتصلوا بالمركز من عولج في السابق وكذلك أشخاص جدد. عندما تسألهم يتبين لنا أنهم يجلسون منذ سنوات طويلة خائفين، وحقيقة أن شيئا ما قد يتطور يسبب لهم الاضطرابات. الواقع الاقتصادي الصعب دفع وزير الأمن فيكتور ليبرمان إلى زيارة الجولان المحتل ودعوة الإسرائيليين إلى زيارة المنطقة والاستجمام فيها. إلى سوريا، حيث أغارت الطائرات الحربية السورية على مواقع لتنظيم داعش في الجزء الشمالي من الحجر الأسود جنوب دمشق، بالتوازي مع اشتباكات عنيفة جرت بين وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة مع مسلحي داعش. وفي ريف حمص الشمالي، دخلت عشرات الحافلات من طريق حمص تلبيس الرستن لإخراج الدفعة الرابعة من مسلحي المنطقة، بالتوازي مع دخول 10 حافلات عبر معبر الكافات لإخراج المسلحين وعائلاتهم من ريف حمال جنوبي باتجاه شمال سوريا. معركة استراتيجية جديدة أطلقها الجيش السوري والدفاع الوطني في البادية السورية بعد هجمات متكررة لفلول تنظيم داعش في المنطقة. زينب طفيلع. تمكن الجيش السوري خلال عملية أطلقها مطلع هذا الأسبوع من التقدم وتحرير مناطق صحراوية واسعة، منها فيضة ابن موينع والطماح الموجودتان في عمق البادية السورية. التقدم تم انطلاقا من مدينة الميادين ومن خلال اختراق الصحراء لمسافة تزيد عن 60 كيلومترا، والتمركز في نقاط جديدة حولها الجيش إلى قاعدة ارتكاز لشن هجمات إضافية ولتمشيط مساحات واسعة في عمق الصحراء. تقدر المساحة التي سيطر عليها الجيش جنوب مدينة الميادين بنحو 1500 كيلومتر مربع، فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة مع فلول تنظيم داعش المنهزم في ريف دير الزور الشرقي، والذي اتخذ البادية ومناطقها نقاط تحصين له.
العملية العسكرية تهدف إلى تأمين كامل الريف الجنوبي الشرقي، إضافة إلى تأمين المدن الرئيسة على الجانب الغربي لنهر الفرات والممتدة من دير الزور مروراً بالميادين وصولاً إلى البوكمال مع كامل أريافها وبلداتها وقراها. ليس هناك أرقام محددة لأعداد مسلحي داعش، إلا أن المعطيات تشير إلى 1000 عنصر قضى الجيش السوري على عدد كبير منهم خلال عمليات التقدم الأخيرة. قدم رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تيرو فارجو رانتا استقالته من دون إعطاء أي سبب. رانتا كان قد تولى منصبه أواخر عام 2013، وتأتي استقالته المفاجئة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني. وعين مساعد المدير العام للوكالة المكلف أنشطة التحقق في إيران ماسيمو أبارو بديلا مؤقتا لفارجو رانتا. شهدت عدة مدن إيرانية تظاهرات منددة بقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي، شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين الذين رفعوا شعارات منددة بالإدارة الأمريكية وبإسرائيل وأحرقوا صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحمرية. إذا دعي للتنديد بالإدارة الأمريكية في يوم الجمعة هكذا يكون المشهد. بعد 40 عاما لم يتغير ولا يبدو أنه سيتغير كذلك. هؤلاء أتوا من كل حدب وصوب في العاصمة طهران لتوجيه رسالة واضحة: هذا الشعب يقف إلى جانب النظام ويؤيده في خياراته المستقبلية وفي مواجهة عقوبات ترامب. لا تفاوض مجددا ولا تراجع عن الحقوق المشروعة في اكتساب التقنية النووية والصاروخية كما يقولون. منذ انتصار ثورتنا إلى اليوم لم نخضع لأمريكا ولن نخضع، ونريد من مسؤولينا أن يتصدوا لأمريكا بحزم. يتناغم المشهد في خارج قاعة صلاة الجمعة مع داخلها، موقف واحد وصوت واحد. تطرح هنا تساؤلات ستكون محور حديث السياسة والإعلام على مدى الأسابيع المقبلة: هل ستضمن أوروبا مصالح إيران أم ستعود الأمور إلى نقطة الصفر؟ من غير المعقول الوثوق بأوروبا بحسب التجربة، لأن الاتحاد الأوروبي لا يختلف كثيرا عن أمريكا في نكثه للعهود، وأقولها صراحة نحن سنعزز قدراتنا الصاروخية يوما بعد آخر. هدوء الشارع هنا يقابله حراك دبلوماسي سيقوم به محمد جواد ظريف في الأيام المقبلة للحصول على ضمانات أوروبية مع تعيين سقف زمني. يقول البعض إنه لا ينبغي أن يتخطى الشهر الواحد. يخشى كثيرون هنا في إيران مماطلة الأوروبيين أو محاولتهم إدخال تعديلات إلى الاتفاق النووي، لأن ذلك سيعتبر برأيهم نهاية اتفاق دولي أبرم في مرحلة إقليمية حرجة ومن الصعب أن يعقد مرة أخرى. من الحمرية، طهران، الميادين. انتقدت المعارضة التركية التي تسعى إلى إنهاء حقبة الرئيس أردوغان عبر الانتخابات، انتقدت الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنتها حكومة العدالة والتنمية والتي شملت تقديم معونات مالية للمتقاعدين الأتراك البالغ عددهم نحو 12 مليون متقاعد، وذلك قبيل الانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 من حزيران يونيو المقبل. محمود واثق والتفاصيل. حزمة معونات اقتصادية من حكومة العدالة والتنمية للمتقاعدين قبيل موعد الانتخابات النيابية والرئاسية تثير حفيظة المعارضة. 1000 ليرة تركية من خزينة الدولة لكل متقاعد بمناسبة العيدين ستكلف الخزينة العامة أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً. إجراء وصفته المعارضة بحزمة من الرشا الانتخابية الصريحة. نحن في المعارضة ليس لدينا مشكلة في المنح المالية والاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، لكننا نعترض على توقيت هذه الحزمة لأن ذلك وببساطة سيؤثر على أصوات الناخبين وقرارهم يوم التصويت، ولاسيما أن هناك أكثر من 12 مليون متقاعد في تركيا. وفي خطوة غير مسبوقة كشفت الحكومة عن سلسلة إجراءات اقتصادية تتعلق بخفض نسبة الضرائب على القطاع العقاري وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات التجارية بالإضافة إلى شرعنة العشوائيات.
خطوة يرى فيها المتابعون محاولة لشراء صوت الناخب التركي. عادة تقوم الحكومات بصرف المنح المالية أو المعونات للفئات المتضررة في السنوات الأولى من الحكم، لكن أن تنتظر حتى الأشهر الأخيرة لتعلن عن مكافآت أو إجراءات اقتصادية فإن ذلك يعد من حيث التوقيت رشوة للناخبين وخرقا لفحوى القوانين الانتخابية وخروجا على العرف السائد. تشتد المنافسة بين المرشحين والأحزاب المتصارعة في توجيه الاتهامات السياسية. هي الديمقراطية التركية التي لا توفر أي وسيلة أو حيلة لحصد الأصوات. مع اقتراب موعد الانتخابات في تركيا يجوز هنا ما لا يجوز في غيرها من الدول، فالمرشحون يلعبون بكل الأوراق الممكنة وغير الممكنة للحصول على أصوات الناخبين. محمود واثق، إسطنبول، الميادين. تجتاح فيضانات عارمة قليمة عدة بوسط الصومال، حيث حولت تحديدا مدينة بلدوين إلى مدينة عائمة تعطلت الحياة فيها وشردت آلاف الأسر من منازلهم الذين لجأوا إلى مخيمات جديدة خارج المدينة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من وسط الصومال شافعي محمد. لا يهرب هؤلاء المشردون من نار حرب أهلية أو قحط حل بديارهم، بل يفرون من فيضانات أغرقت مدينة بلدوينة في وسط الصومال عن آخرها. عشرة أيام بلياليها يستمر تدفق سكان هذه المدينة إلى خارجها. عبد الشكور كامل واحد من بين 200 ألف مشرد أجبرتهم الفيضانات على النزوح. يتخوف من ارتفاع منسوب المياه لتصل إلى منازلهم المؤقتة، وهي خيام لا تتوافر فيها أبسط مستلزمات الحياة. أجبرتنا الفيضانات على النزوح إلى خارج المدينة. هناك الكثير من المعاناة، فمعظم الأسر لا تملك أساسيات الحياة، لا طعام ولا مياه صالحة للشرب. هنا لا صوت يعلو فوق تدفق الفيضانات، لا أذان يرفع من مساجد بلدوين، فالسيول الجارفة اقتلعت الأشجار وأغلقت المدارس والجامعات. 95% من سكان المدينة تضرروا بهذه الكارثة، ولا تلوح في الأفق بوادر فعلية لمعالجة الأزمة. نزحت مع أسرتي إلى خارج البلدة، وهذه الفيضانات أثرت في حياة الجميع، ولم نشهد مثيلا لها منذ عقود. نخشى أن تستمر مياه الفيضانات وأن تتفاقم هذه الأزمة أمام سوء أوضاعنا المعيشية المتردية أصلا. مدن كثيرة في وسط الصومال شهدت فيضانات بسبب سيول الأمطار وفيضان نهر شبيل، فبحسب الأمم المتحدة فنحو أكثر من 200 ألف صومالي يواجهون أزمة إنسانية جديدة. تحولت مدينة بلدوينة إلى مدينة عائمة، فإنما وليت وجهك أو وطأت أقدامك فيها فالمياه منتشرة. ورغم تراجعها في الأيام الماضية، إلا أن خطر الكارثة الإنسانية بسبب الفيضانات ما زال قائما. شافع محمد، بلدوين، وسط الصومال، الميادين. وإلى أخبار رياضة وزميلة أماني مهنا. أماني تفضلي. شكرا علا. أهلا بكم. نيمار يفتقد كثيرا زميليه ليونيل ميسي ولويس سواريز، ليبعث برسالة واضحة مفادها نيته العودة من جديد إلى الدوري الإسباني. نجم باريس سان جيرمان أطل في مقابلة خاصة مع عملاق الكرة البرازيلية السابق زيكو، أجراها في 30 من الشهر الماضي، لكن عرضها جرى في الساعات الأخيرة الماضية. نيمار طمأن الجمهور بشأن تعافيه وعودته إلى التمرين، لكنه لم يتخلص من عامل الخوف من الإصابة مجددا، لكونه يسعى للوصول إلى كأس العالم بجاهزية تامة. حديث نيمار يأتي بالتزامن مع ترحيب لاعبي ريال مدريد به في حال نجاح المفاوضات معه، علما أن بطل فرنسا يشترط مبلغ 300 مليون يورو لبيع جوهرته البرازيلية. زميل نيمار ومواطنه داني ألفيش لن يرافق بعثة المنتخب إلى كأس العالم. الإصابة ستحرم لاعب باريس سان جيرمان من التوجه إلى روسيا بعدما أصيب في مباراة فريقه في نهائي كأس فرنسا أمام ليزيربي من الدرجة الثالثة. ابن 34 عاما يعاني من تمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى، ما يعني حاجته إلى الراحة لثلاثة أسابيع قبل اتخاذ القرار بإجراء العملية الجراحية من عدمه.
وبدوره تعرض منتخب كوستاريكا لضربة مؤلمة قبل شهر من انطلاق كأس العالم تتمثل في غياب المدافع خوسيه سالفاتيرا. مدرب المنتخب لويس دييغو أرناييس أكد غياب لاعبه المميز بسبب الإصابة في الرباط الصليبي خلال إحدى مباريات الدوري المحلي. ابن 28 عاما كان سيشارك في التشكيلة الأساسية مع بلاده، علما أن كوستاريكا وقعت في المجموعة الخامسة إلى جانب البرازيل وسويسرا وصربيا. خبرنا الأخير عن إنيستا وهو على موعد مع وداع برشلونة في حفل رسمي في 18 من الشهر الحالي. نادي برشلونة أعلن عن وداع نجمه التاريخي بمشاركة أعضاء الفريق الأول ومجلس الإدارة وعائلة اللاعب. أما الوداع المؤثر فسيكون بعد يومين خلال الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، على أن يحتفل مع زملائه بالتتويج بلقبي الدوري والكأس لهذا الموسم. وكان إنيستا قد أعلن أواخر الشهر الماضي رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم بعد 22 عاما قضاها داخل جدران القلعة الكتالونية. مع هذا الخبر نختم الموجز الرياضي. عودة إليك علا. كل الشكر لك أيضا أماني. ومع أخبار رياضة نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الظهيرة ولم يبقى إلا تذكير بعناوينها. العراقيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية بعد الانتصار على داعش وسط أجواء أمنية هادئة. وكبار المسؤولين العراقيين يدعون الناخبين إلى المشاركة الكثيفة لرسم مستقبل بلادهم. الدول اللي مطبعة مع إسرائيل كفاكو، ألا تخجلون؟ كفاكو والله اللي بتعملوا عار، عار في حق الأمة. يدا بيد تطبيع إماراتي إسرائيلي من بوابة الرياض على وقع استمرار النزيف الفلسطيني وعشية ذكرى النكبة. جمعية الوفاق البحرينية المعارضة على وزير الخارجية الاستقالة بعد دفاعه عن إسرائيل وكلامه عار ويمثله هو. تقدم للجيش السوري في عمق البادية بعد أيام من انطلاق عمليته العسكرية ضد داعش. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.